شوف الآن الشباب البنطلون اللي لابسينه شق هني وشق هني وشق بالساقين، تفكر هذا طالع من عركة ضربة السيارة ومسحت فيه الإسفلت؟ شنو هذا؟ هذا موضة، هذا ماركة. وتالي لما تروح تبحث، وإذا الفكرة من امرأة أمريكية من عبدة الشيطان طقت براسها، طلعت هذا اللباس وتضاعفت ثروتها، وأعظم الإيرادات إجت من بلاد المسلمين. ما أدري بس فهموني، هذا إلى الآن إحنا ما قلنا السؤال، فهمني إيش راح نواجه رسول الله يوم القيامة؟ بس فهموني هذه وأنا أنهي الموضوع. فهمني الأمة هذه راح تواجه رسول الله بشنو؟ نقول له بدل ما نفخر بالنبي صلى الله عليه وآله، بأهل البيت، بالمقدسات، فخرنا بدولة؟